تظاهر عدد كبير من الفرنسيين الأسابيع الماضية احتجاجاً على إصلاحات سوق العمل والتي تعتزم الحكومة الفرنسية اعتمادها، ولجأوا إلى إضرابات شلت العديد من مرافق البلاد، فقد توقف العمل بالمنشآت النفطية وتوقفت القطارات وقل البنزين وتعطل نقل النفايات في مناطق عديدة. الإضرابات هي أحد أسباب الركود الاقتصادي، يضاف إليها تراجع الاستهلاك والاستثمارات. كما سجل معدل البطالة نسبة عالية وصلت إلى 10% في الربع الأخير، وفيما سجل المعدل الأدنى للبطالة في مالطا تسجل اليونان، وكما هي حالها منذ عوام، أعلى معدل للبطالة على المستوى الأوروبي، ويبلغ 23.3% وفق المكتب الأوروبي للإحصاء. أما البيانات الألمانية فيتوقع صدورها أواسط الشهر المقبل. أما الاقتصاد في إسبانيا فقد بدأ في التعافي، وهذا ما يتضح في تراجع معدل البطالة بنسبة 1% ليصل إلى 20%، وهذا أدنى معدل له منذ 6 سنوات. ويعزى هذا الانتعاش الاقتصادي إلى الرواج الكبير في قطاع السياحة، وذلك بسبب خوف السياح من وقوع هجمات إرهابية وأحجامهم عن السفر إلى بلدان إسلامية مثل مصر وتركيا.